السلام عليكم، مرحبا بكم في عرض قصة نيو 2. هي لعبة تمثيل أدوار القادمة التي طورها تيكمو نينجا ونشرتها كيو تيكمو في اليابان وسوني انتراكتيف انترتينمنت دوليا كخليفة ورسيل لنيو 1. على غرار سابقتها، نيو 2 هي لعبة لعب أدوار يمكن للاعب إنشاء شخصيتهم القابلة للعب التي كانت روح يوكاي. تم تجهيز اللاعبين بمجموعة متنوعة من أسلحة مثل أوداشي وكيساريغاما واكتساب المهارات الجديدة مع تقدمهم في اللعب. عندما يهزم اللاعبين يوكاي معادين، قد يسقط بعضهم صميمة الروح ويسمحون للاعبين باستخدام قدرات يوكاي وتحول الى يوكاي بعد ايداعهم في الضريح. يمكن للاعبين استدعاء اكثر من تجديدين للاعبين الاخرين، يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في القتال. تحتوي اللعبة ايضا على وضع متعدد للاعبين التعاوني. تم الاعلان عن اللعبة في 3/2018 خلال مؤتمر سوني الصحفي. بدأت النسخة التجريبية المفتوحة من اللعبة في 1 نوفمبر 2019، وسيحصلون اللاعبون الذين يساعدون في اختيار اللعبة خلال هذه الفترة على عنصر تجميل مجاني داخل اللعبة عندما تصدر اللعبة الكاملة في 13 مارس 2020 حصريا على بلايستيشن 4.